محتاجه انترفنشن. ديفرنشال ديجنوستيك اللي هو رجع تديني ده كان بيزد على الايج بتاع الطفل. عشان كده محتاجين نعرف اول حاجه سن الطفل ده قد ايه، ايه المواصفات في السن ده. لو الطفل ده انفنت اكتر حاجه ممكن نلاقيها هي سوالت ماتيرنال بلاد. سوالت ماتيرنال بلاد نقدر نعرف حاجه اسمها اي بي تيست، يحصل تشينج للكلر لما دخل الهيدروجين بيروكسايد فبيبقى لونه متغير، يبقى لونه بلاو براون لو كان سوالت ماتيرنال بلاد. لكن لو كان فيتال اوريجن هيبقى يفضل لون زي ما هو لونه بينك. ممكن يبقى نقص سبيسيفيك كولايس، ودي بنشوفها كتير بعد ما نعمل كورنوس بيطلع لنا الريبورت بتاع تيست فصول اسمها سبيسيفيك كولايس. اين فيشر كاوز ميلك الرج، دكتوره هنديه اشرف اتكلم عنه بالتفصيل. فولكلس هيرشز برونكسيس نيك ده موجود في النيز اند بليدنج تندنسي اور ذس از ا تشايلد فروم 2 اند 5 ييرز اند ذا موست كومن برزنتيشن ويل بي فور سبولي ان شاء الله دكتور احمد هيتكلم عنه. اين فيشر انفيكشنز ان كولايس انت سبسبشن از سيرج تاكوز وردي كان زي بروتيكلا ده ممكن نشوفه فيها لو اي طفل جاي برايت ريد بلاد ويتش از بينلس ريكتال بليدنج وتبقى هوربل اماونت اوف بلاد. ايضا هنا في شنلاين بيربر امبولات كرونيك سندروم والانفراديكولار هايبرفيز والانجيو ديسبليز دي برضه بنشوفها كتير. لو هو اولد تشايلد شويه وعنده كونستبيشن ممكن يكون فيه انفيشن وممكن يكون انفيكشوس كتير وكولايتس وذا بريزنس بوليب ويبتدي يدخل معاه في ديفرنشال دايجنوزس الاي بي بي او الانفراديكولار دي هنتكلم عنها دكتور احمد حمدي ان شاء الله دكتور ايمن. لان شنلاين بيربر امبولات ديسبليز هي ستيل موجوده في ديفرنشال دايجنوزس وشنلاين كرونيك سندروم والبيدنج تندنسي. مهم قوي كان هيستوري دي اكلو فور دايجنوست فيتيولوجي. يمكن ده انا شايفه الناس ما بتهتمش بالهيستوري حاجه، الناس بقت انهري ما عندهاش وقت ان تسال العيان ده البليدنج ده شكله ازاي. انا محتاجه اعرف البليدنج ده اكيوت ولا كرونيك ولا ريكرنت، شكل الاستول ازاي، هل ده فريش بلاد ولا ده شكل مينا، هل ميكسد مع الاستول ولا لا. في انستاينال روتيشن ممكن يبقى سسبكت لو العيان ده جاي باي ريسبوندنج مع الاستول التار ستول. لو في هيستوري فود كونسيومد، لو الطفل ده كان فصي مع الفيدري فممكن نشك ان هو ده عنده كاوز ميلك الرجي. هيستوري فوميتنج عن دايريا مع انفكشوس كولايتس. لو في فاميلي هيستوري اوف نان ستيرويدال ممكن يكون هو ده اللي سبب البليدنج. لو في جوندس اند ايزي بروزنج يبقى غالبا الطفل ده عنده ليفر ديس اوردر. في الميلك بروتين الرجي زي ما قلنا بيبقى الطفل فصي ويبقى فيه انكريس باول موفمنت بس مش دايريا. فالهيستوري لوحده لو احنا اثرنا عليه يا جماعه ممكن نوصل لكلور في الدايجنوز بتاعنا. ودي اهم نقطه في المحاضره. انا الطفل اللي جاي لي بليدنج بريكتم انا مش عارفه البليدنج ده سببه ابر جي اي او لور جي اي بليدنج بس اي هاف تو مانج. ففيرست المانجمنت از ستابلايزيشن دي اهم حاجه. مش مهم الانفستيجيشنز، مش مهم الانسترومنت اللي هستخدمها، هعمله كولونوسكوبي امتى، ده كل ده مش مهم. المهم الطفل اللي قدام ده يبقى ستابلايزر. ستابلايزيشن جنرال كونديشن ذا بيست كلينيكال انديكيتور. انا محتاجه اعرف هل فعلا في بلاد لوس ولا مفيش بلاد لوس. في انديكيتور حاجه اسمها اورثوستاتيك changes. لو الطفل ده هو كان نايم صباعين ابتدينا نقعده وحصل تشينج في البلاد بريشر نزل ل 10 ملليمتر ميركلي او الهارت ريت زادت بمعدل 20 بيت بير مينت اكتر من البيزل بتاعه، دي معناه ان الطفل ده عنده اكتف او انجوينج بليدنج. تمام. المانجمنت البرايورتي ويل بي فور ذا اي بي سي زي ما احنا بنقول في اي حاجه الواي بريسنج اند سيركوليشن هيموداينامك ستابيليتي. هركب اكسس ومفروض اركب تو اكسس انترافينوس اكسس. هدي فولينج ريبليسمنت 20 مللي سلاين. فيتامين كي شوت بيجيب لان انا مش عارفه الطفل ده عنده ايه بس انا هدي له حاجه زي فيتامين كي 5 ل 10 مللي جرام. هندي اسيد سبريسنت زي اي حاجه معلقه ميلازول ميكزام ازمبرازول اي وات ايفر يعني هركب بي بي اي. وات ار ذا ريكومندد انفستيجيشن؟ احنا عملنا ستابلايزيشن وعلقنا فلويدز ودينا فيتامين كي بس هل انا محتاج ان انا اعمل انفستيجيشنز يعني حسب ما انا شايف في الدياجنوستي. انا شايفه العيان ده جوندس محتاجه ان انا اسحب ليفر فانكشن تيست، محتاجه استبعد الطفل ده ما عندوش بيلي تندنس فبالتالي محتاجين نسحب بي كيو بي سي وبي كيو اي ان ار. ممكن لو الطفل عنده دايريا فوميتنج واحنا شايفين يكون انفكشوال كولايتس محتاجين نعمل فيكال ليكوسايتس اند برازايتس اند ستول كالشر اوف كورس. لو الطفل شايفين هو ميكل زي بارتيكل بنعمل حاجه اسمها ميكل سكان. مانجمنت احنا مكملين في المانجمنت. محتاجين نعرف الديجري والرابيديتي في البلاكوس هو فقد قد ايه من الدم. لو لقينا الستول كالر ده اللي هو انسفورم اوف مينا نتوقع ان هو فقد من 60 ل 100 مللي من البلاد بتاعه. لكن لو لقينا ده برايت ريد بلاد ده معناها ان ده في رابيد ريت اوف بليدنج. لو طفل عنده هيماتيس اند بليد ات سيم تايم ده معناها ان عنده انتراكتول بليدنج وده حاجه يعني سيريس. هنصلح اي كواجريشن ديس اوردر اذا كان محتاج بليتلتس هنجي له بليتلتس اذا كان محتاج فيرش فروزن بلازما هنجي له نفس الكلام. الدراجز احنا قلنا الاسيد سبريشن كده كده هنديها من دوز من 1 2 3 ملي جرام للكي جي ماشي عشان نقلل الجاستريك اسيديتي والبي اتش.
بازو اكتف دراجز لايك سوماتوستاتين اند اوكتوريوتايد. اوكتوريوتايد ممكن يديني دوز من 2 ل 5 مايك بير كي جي بير اور، ان احنا برضو مش عارفين اللور جي اكيد بليدنج ده سببه ايه، هل هو ابر سيفير ابر جي اي ولا هو ريكتال بولب ولا ديفر. لو هو في سيفير بليدنج محتاجين ندي اوكتوريوتايد من 2 ل 5 مايك بير كي جي بير اور. نون سيلكتيف بيتا بلوكر ده احنا شاكين فعلا العين عنده جوندس وعنده كورتال هايبرتنشن ومحتاجين نديله حاجه زي الانفار. وانت دو اسرابيتيك كولونوسكوبي، كولونوسكوبي محتاجين نعمله لما العين يبقى ستابلايزد، مش محتاجين اول ما عنده اكتف بليدنج ان انا اعمل له كولونوسكوبي. فافتر استابلايزيشن باي 24 اور خلاص احنا مطمنين على الطفل، ممكن نعمل اسرابيتيك كولونوسكوبي. لازم تبقى فاستنج ادكوتلي قبلها، يبقى الباور تبقى بريبيرد عشان ما تدخلش بقى نلاقي المنظار اتسد واحنا مش شايفين اي حاجه اصلا في الفيلد. تو سم اب، احنا محتاجين ندور الطفل ده عنده لور جي اي بليدنج، اشوف السيمتومز اند ساينز. لو السيمتومز فيها سيفير ابدومينال بين هنعمل استابلايزيشن للطفل وبعدها ايرجنت ريفيرال للبيدياتريك سيرجري. هو هيعمل بقى يكمل اكس راي والتراساوند، الموستلي ممكن يكون انتسسبشن او نيكل زايد تيكلم. لو الطفل عنده سيفير انجوينج جي اي تي بليدنج هنعمل هيمو دايناميك استابلايزيشن وبرضه هنلوك فور نيكل زايد تيكلم اور جي اي بليدنج، وهنعمل ساينتيجرافي فور دايجنوزس. لو الطفل عنده فيتشرز اوف انفكشوس كولايتس معاه بلاد دوريه هنشوف الديت هو بقاله اقل من 7 ايام ولا قليله اكتر. لو هو اقل من 6 ايام يبقى اوبزرف وهعمل ستول كالشر وتريتمنت اكوردنجلي. لكن لو بيرسيستنت اكتر من 7 ايام يبقى محتاجين تو ريفير فور كولونوسكوبي. لو عنده جاست ريكتال بليدنج وهو ستيبل هعمل له ايه ريكتال اكزامينشن واسال عن هيستوري اوف كونستيبيشن. لو مفيش كونستيبيشن والبيرينال ليجن از نورمال يبقى محتاجين تو ريفير فور كولونوسكوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر أساتذة الأفاضل أستاذة الدكتورة محمد الجندي، أستاذة الدكتورة مها أبو زكري، أستاذة الدكتورة هاني القراقسي على الدعوة الكريمة، وعلى وأشكرهم على المؤتمر الجميل والمتميز ده. احنا عايزين بس نعرف ان الجي اي تي از هايلي فاسكولايزد اورجن لها لارج سيرفيس اريا، وبالتالي اي باثولوجي انفولفنج الميكوزا والفاسكولايتشر بيبقى يؤدي الى جي اي تي بليد. الجي اي تي بليد ده واحد من الالارمنج ساين اللي بيحصل في اي سن، ولازم يبقى ابروتش ميتيكولس من الدكتور، وده بيعمل بانيك وستريس للطفل وللعيله واحيانا للدكتور همسر. زي ما قالت الدكتوره سوزان احنا بنقسم جي اي تي بليدنج لجزئين، الجزء اللي هو ابر ذا ليجمنت اوف تريتس ده بيعمل ابر جي اي بليدنج، ولور الديودن جونجنال جانكشر ده بيعمل لور جي اي بليدنج. اللور جي اي بليدنج له ثلاثه فورمز، هيماتوكيزيا ده فريش بليدنج دايركت، او يبقى بريزنتد بالديزنتري بلاد دايريا، او يبقى بريزنتد از اوكالت بلاد. هكلم حضراتكم اول حاجه على الديزنتري. الديزنتري ما هي الا بلادي دياريا، ودي بتبقى نتيجه حدوث انفلاميشن في الديستم، بيبقى سبب الانفلاميشن وجود الانفكشن. دي بتبقى كاركترايزد بان مع ان الطفل بيجيب ميوكس وبلاد في الستول معاها ابدومينال بين، معاها دياريا، معاها تيليزماس اند ايرجنس. الانفكشنز دايريا دي بتعد واحده من الموست كومن كوزز اوف لور جي اي بليدنج. هو مش هيحصل تعرض ولا حاجه، احنا
اغلب الحالات اللي بتدخل للمنظار بتلاقي ان فيها بوليب او انسرز او ليفر، لكن لو عملنا ريسيرش على حالات اللي هو الجي اي بليدي اللي مش عموما اللي مش محتاجه توصل للمنظار، هنلاقي ان الانفكشن السريريه هي اكبر الاسباب خاصه في الديفلوبينج كانتريز. وده زي ما هو موجود في ابحاث لحد سنه 2021 اهو، بتقول انه الديزنتري بتمثل ميجور هيلث بروبلم في الديفلوبينج كانتريز. فورشنتلي هي زي ما هي كومن، هي كمان سمبل وبتبقى سيلف ليميتنج وبتبقى مانج ممكن بجنرال جي بي، مش بتبقى محتاجه قوي ريفيرال للبيدياتريك جاسترونتولوجي. مهم جدا في حالات الديزنتري ان يبقى فيه ريجونال ستاديز، يعني في كل كوميونتي تبتدي تعمل الستادي بتاعتها عشان نشوف ايه الكومن اورجانيزمز الموجوده ونعالجها. دي ستادي اتعملت عملها استاذنا الدكتور خياط الدكتور وطول، كانت في الايجيبشن تشايلد، وقالوا انه ذا موست كومن كوز اوف ريكتال بليدنج ان ايجيبت از ذا انفكتشوس انتيروكولايتس. طيب في سيفرال مايكروبيال ايجنتس هي اللي بتبقى ريسبونسبل عنها، طبعا اهمها الباسيلس ديزنتري، وفي مجموعه كبيره جدا من البكتيريا اشهرها على الاطلاق في الابحاث اللي اتعملت في مصر كانت الشيجيلا فولد في السالمونيلا، لكن طبعا في حاجات ثانيه زي الكامبيلوفاكتور زي الايكولاي وغيرها من الاورجانيزمز. اللي بس عايزه اتكلم عنه هي الكلوستريتيم ديفيسيل. الكلوستريتيم ديفيسيل ده واحده من الانيروبيك انفكشن اللي بتحصل في انتي بايوتيك يوز، يعني بيبقى الحكايه تبتدي بسمبل جاسترو انترايتس المفروض تتعالج بزنك و او ال اس، بنديها انتي بايوتيك وده بيؤدي الى الديفلوبمنت اوف الكلوستريتيم ديفيسيل انفكشن وتبتدي تقلب بووتري دايريا واحيانا تيجي ببلادي دايريا. طبعا مش هننسى الانتاميبا هيستولوجيكا والدامج كوز للديزنتري والفيروس، بس الفيروس عشان يعمل بلادي دايريا ده بيبقى كومن في الاميون كومبرومايز تشايلد، ما بيبقاش في النورمال تشايلد. طبعا الترانسميشن اما عن طريق الانجشن اوف كونتامينيتد فود او سويمنج ان كونتامينيتد ووتر، وفي حاجات كتير خاصه بعض من البارازايت ممكن يبقى التشايلد از اكاليا للميكروب اللي بيؤدي للديزنتري ويقدر تو باس الانفكشن ويعدي بيه اذر بيبلز من غير ما يظهر عليه المانيفستيشن. الاعراض زي ما قلت لحضراتكم هي واحده، الطفل عنده بلادي دايريا ميوكاس معاها بلاد معها ابدومينال بين كراب تينيزماس ايرجنسي فيفر، ده بيبقى اكتر في الباسيلاري ديزنتري. اميبك ديزنتري ممكن تعدي من غير سيمبتومز خالص او بتبقى بفيو سيمبتومز او اقل. السيمبتومز العاديه بتاعت الدياريه الطفل بيجي بدوزيا بابدومينال بين بدياريه بفيفر، وطبعا المهم جدا ان في بلاد في الستور. احنا اتفقنا ان دي تز سيمبل، فهو اتسبليد ان الريكتال بليدنج في حالات الاطفال اللي عندها ديزنتري المفروض بيعدي من غير ما يعمل مشكله، ولكن نوتد ان بعض من الاطفال اللي عندها كرونيك بروبلم وعندها ديزنتري لفترات طويله ممكن تكون البرزنتيشنز بتاعها بايرن ديفيشنسي انيميا. ازاي بنشخص الديزنتري؟ طبعا ستول اناليسيز والكالتشر، احيانا بضطر اعمل سيرولوجيكال تيست، ولو احنا شاكين بقى ان ده فايرال وحاجه من الحاجات الريل احيانا بنضطر ناخد كرونيك بايوبسي نعمل بي سي ار للفيروس او اميون هيستو اميون اسيد. في الغالب 90% من الحالات بتاعت الديزنتري بنقدر نشخصها بالكالتشر وبالسيرولوجي وبتتعالج كويس جدا، مش بنبقى محتاجين ان احنا ندخلها المنظار، ولكن ستيل في بعض من الحالات اللي بتبقى سيفير او كرونيك او مس في الدياجنوزس بنضطر ندخلها في الكولونوسكوبي، وبيبقى كاركترستيك للاميبيك ديزنتري بالذات اللي هي بيسموها فلاسك شيبد ألسرز الموجوده، وطبعا بيبان على طول بتتشخص بالبايوبسي ان دي اميبيك. اما الباسيلاري ديزنتري في الحالات السيفير اللي بتحتاج للكولونوسكوبي كانت ريبورتد كذا شكل، يعني ممكن من سيمبل اريسيما لينير ايروجنز مالتيبل ألسريشنز اند سو اون، كل الحاجات اللي ريبورتد في حالات الباسيلاري ديزنتري. طيب برضه 90% من الحالات بتعدي من غير كومبليكيشنز، ولكن الحاجات السيفير ممكن بتبقى فيها كومبليكيشن اوف ذا دايريا اتسلف، ديهايدريشن في السيفير كيسز ممكن يحصل الكترولايت ديستربانس، كونفالجنز، هيمولوتيك يورينري سيندروم،
توكسيك ميكا كولون او ريكتال برولابس، ومش هننسى طبعا الايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي الكرونيك كونديشنز. في ديفلوبينج كانتريز الانتي مايكروبيال ثيرابي اوف اجريك امبورتنس، وال WHO ريكومند انه كل الاطفال خاصه اللي موجوده في ديفلوبينج كانتريز اللي عندها ديزنتري او مرض دايريه بتاخد انتي بايوتيك، وطبعا ده بيبقى اكوردنجلي حسب نوع الاورجانيزم اللي بيبقى تشخص والكالتشر والسنسيتيفيتي. ميتروميتازول مش هننسى فيه الاميبيك ديزنتري، وموست من تشيلدرن اللي بيبقوا دايجنوست ان دول عندهم ديزنتري الحقيقه بيبقوا تريتد سكسسفولي، وقليل جدا جدا اللي بيبقى فيه ريزيستنس اوف تريتمنت اللي بيبقى محتاج اعاده نظر او محتاج يدخل المنظار. الحاجه الثانيه اللي هتكلم حضراتكم عليها هي الالرجيك كولايتس في الانفانتس وفي الاولدر تشيلدرن. الالرجيك كولايتس ما هي الا رياكشن للبيبي اميون سيستم بلي بروتين موجود في الفود فيؤدي الى انفلاميشن في الميوكوزا. اول حد اتكلم على الفود الرجي كان قدماء المصريين، وده موجود في الهيستوري اوف الرجي، وده موجود في مجله 12 سنه 2018. اول واحد قال ان في رياكشن غريب بيحصل للانجشن اوف فود ملوش علاقه خالص بالانفكشن كان القدماء المصريين. طيب بالنسبة للفود الرجي اللي يعمل بليدنج بالريكتم اي ما يكون بقى، هل هو اوقف بلاد ولا هيجي ستريكس اوف بلاد او وات ايفر، فبيبقى في عندنا ثلاث انواع من الاميونولوجيكال رياكشنز اللي ممكن تحصل. اما يبقى في حاجه بيسموها فود بروتين انديوز انتيرو كولايتس سندروم، وهو الكومن على فكره، او فود بروتين انديوز الرجي بروكتو كولايتس، او الفود بروتين انديوز انتيروباسي. هنسأل برضو بعض الأسئلة، هل الالرجي كولايتس دي كومن في الأطفال ولا لا؟ إزاي تبقى بريزنتد؟ إزاي نقدر نشخصها؟ وآخر حاجة هنعالجها إزاي؟ أول حاجة، هل هي فريكوانت إن إحنا نشوف حالات الالرجي كولايتس ولا لا؟ هنتكلم عن الإنفانتس في الأطفال في السنة الأولانية من العمر. وجدوا إن الفود بروتين، وعلى فكرة دي دراسات اتعملت في الديفلوب يعني هي موجوده في الحاجات. إذا كنا هنتكلم على المرحله العمريه الاولانيه، الطفل في السنه الاولانيه it is a common problem ان احنا بنشوفها، واحده من الموست كومن كوزز. في بعض الابحاث قالت ده هي كومن عن هي ده موست كومن كوز، وطبعا في ابحاث ثانيه كتير قالت لا الانفكشن هو بيجي في المرحله الاولى وراء الالرجي في السن الصغير ده. زي ما حضراتكم شايفين بعض الابحاث قالت ان دي ذا موست كومن كوز للبلاد دايريا في السنه الاولانيه. البحث اللي اتعمل على الالرجيك بروكتوكولايتس في الاطفال قالوا انه في الاطفال العاديين البريفلنس بتاعها 16% فهي قليله، ولكن اذا دورت على البريفلنس بتاعها في الاطفال في السنه الاولانيه اللي عندهم بليدنج بالريكتوم هلاقي يوصل بريفلنس ل 64% من الحالات. هي الديزيز اصلا للانفانتس، ولكن بعض الحالات ريبورتد لحد سن 14 سنه، يعني احنا عندنا من 2 لحد 14 سنه ريبورتد ان حصل لهم الرجيك بروكتوكولايتس. ايه السبب؟ الحقيقه هي كومباينيشن، ان في مشكله حصلت ما بين المذرز اميون سيستم ديورنج بريجننسي وإماتيورتي للبيبي اميون سيستم، ولحد النهارده مش معروف هذه اللخبطه لما بتحصل ليه بعض الاطفال بيبان عليها مانيفستيشنز واطفال ثانيه ما بيظهرش عليها الاعراض. تيبيكالي هي او اغلب الابحاث قالت ان اغلب الحالات بتبقى نون اميونوجلوبولين اي ميديتد، وان ده نوع من الديليت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وان التي ليمفوسايتس بتبقى داخله في البروسيس، ومجموعه ولازم الفاميلي هيستوري بيلعب دور في هذا الطفل اللي مواجهه لاسباب، يعني اطفال كتير من اللي بيجي لهم الرجي بروكتوكولايتس كان عندهم فاميلي هيستوري اوف الرجي عموما، سواء كان فود الرجي او ازمه او انفايرومنتال الرجيز. بتحصل الفود بروتين انديوست بروكتو الرجي بروكتوكولايتس في الاطفال سواء كان بريست فيد او فورميلا. طيب ايه السبب؟ اغلب الاسباب او اغلب الحالات بتبقى دي تو كاو ميلك اندوست، تمام؟ طيب لكن احنا مش هننسى ان ممكن في السن الصغير ده او في بعض الحالات الثانيه بعض الفود بروتينز تبقى انفولفد زي الصاي، ووجدوا ان حوالي 30% من الاطفال
اللي بتتشخص ان دي اصلا كاوميريكا الرجي هي عندها برضه سوي الرجي. ايه تاني؟ وي كنترول اوت اذر فودز اللي هي بتعمل الرجي في الادلت، بنحطها كمان كوزز في الاطفال الصغيرين بعد الملك وبعد الصوي، سواء كان ليجيومز او فيش او ميت او ناتس. ايه السيمبتومز اللي بيبقى بريزنت بيها الطفل اللي هو عنده الرجي، سواء كان بقى انتروباسي بروكتوكولايتس وات ايفر؟ فود الرجي من فضل ربنا ان هو سيلف ليميتد، وفي الغالب بيبقى هيلثي تشايلد، يعني ما بيبانش الطفل ان هو كشكتك ولا الطفل ده عنده ويكنس في اغلب الحالات. البريزنتيشن بيبقى بلاد او ستريكس اوف بلاد، كمان ما هوش سيفير بليدنج بالريكتم في الاسطول، لدرجه ان بعض الابحاث قالت لو لقيت هيلثي انفانت كويس جدا ما فيهوش اي حاجه غير ان هو بيعاني من ستريكس اوف بلاد في الاسطول اعتبره الرجيك كولايتس. الرجيك كولايتس هي نوع من الديليت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، فبيبقى البرزنتيشن بتاعها تقريبا ما بين سن اسبوعين لحد سن 6 شهور. بعض الاطفال ما يظهرش عليها سيمبتومز خالص، بعض الاطفال بيبان عليها فيو سيمبتومز، وبعض الاطفال تبقى بريزنتد بوان مور من السيمبتوم. احنا اتفقنا ان خلاص في ستريكس اوف بلاد موجوده في الاسطول، احيانا يبقى معاها ميوكس، ولكن في بعض الاطفال تبقى اسوشيتد بفوميتنج، ابدومينال بين، ريتابيليتي، الطفل مش عارف يطلع كويس ومش قادر ياخد النيوتريشنال نيد، فيبتدي الوزن بتاعه يتغير، لكن احنا اتفقنا ان اكثر من 90% من الحالات ما بتعملش متلص في الاطفال. اصعب حاجه في حاجات الالرجي ايه ده؟ دايجنوز. دايجنوز تشالنجينج وفي كلام كتير اتقال، ولكن مهم جدا الهيستوري، مهم جدا ان يبقى فيه ونشوف الكلينيكال ساينز الموجوده، مهم جدا ناخد فيدنج هيستوري علشان اشوف ايه نوع الاكل اللي بياخده الطفل. في سكيب بريك تيست، ودلوقتي بقى تقريبا اصليت ومحدش يعني او محدش بيبقى ريلاي اون ات كتير، ولكن ستيل اكتر حاجه تبقى دايجنوستيك اللي احنا بنسميها اورال فود تشالنج، ان انا ايم سسبكتنج ان الالرجي ده حاصل من حاجه معينه، ببتدي اعملها اكسكلوجن من الفود، الاقي ان يحصل امبروفمنت في السيمبتومز للطفل، لما ارجعها تاني ترجع هذه السيمبتومز. الفود الرجي كان بي افويدد لو الكلينيكال هيستوري كلير والامور واضحه جدا، او لو السيمبتومز بتاع الطفل سيفير فيبقى must be avoided. طب هل انا الطفل ده محتاج اعمل له بلاد كاونت، بلاد جاز، بايوكيمستري؟ احنا بنعملها بس كومبلمنتري انفورميشن عشان اكون عامله اكسكلوجن للاذر كوزز اللي هي ممكن تعمل لي بليدنج بالركبه في الاطفال الصغيرين، زي السبسس، زي الانفكشن، زي النيكروتايزنج انتيروكولايتس، البون ايرور اوف ميتابوليزم، زي الانفلاماتوري جراوند او وات ايفر. فاللاب تيست هي بتتعمل الغرض منها اصلا اكسكلوجن للاذر كوزز. بعض الحالات السيفير واللي مش بنقدر نوصل لها للتشخيص الحقيقه هي بتحتاج الى كولونوسكوبي، واللي ريبورتد انه اغلب الحالات بتاعت الالرجي بروكتوكولايتس في الاطفال بتبقى بريزنتد بالمنظر الموجود ده، او المنظر الموجود اللي احنا بنسميه الليمفولوجيولار هايبر بريزيا، ولكن ما يمكن بعض الحالات تبقى بريزنتد بالسرز او افسس السرز او هكذا. لكن اغلب الحالات بتبقى بريزنتد بباتشي جرانولاريتي او افسس ليجنز او ليمفولوجيولار هايبر بريزيا. طبعا بعد نعمل المنظار بناخد البيوبسي، والعيانين بتوع الالرجيك كولايتس بتتقسم ل 1 و 2 حسب نسبه الايزينوفيل اللي احنا بنشوفها في الهاي باور فيل. فقال لك احنا بنقول انه الالرجيك كولايتس 1 ودي لو فيها ايزينوفيل من 6 ل 19 بالهاي باور فيل، لو 20 او اكثر ده بنسميها 2، وده بيبقى ايفيدنس ان الطفل ده عنده الالرجيك كولايتس. تريتمنت ابسط بكتير من التشخيص، يعني هو الاهم نقطه في الموضوع التشخيص الكويس. ببساطه انت شخصت ان الطفل عنده الرجي لفود بروتين، العلاج تو اكسكلود ذيس فود بروتين، وبيحصل كومبليت امبروفمنت في خلال 72 ل 96 ساعه. بعض الاطفال اللي بتبقى متشخصه ان دي كاوميلك الرجي، وي ار شو فروم ذا دايجنوزس، وعملنا اكسكلوجن من الملك، ما حصلش تحسن،
سواء كان طبعا الاكسكلوجن ده هو اكسكلوسيفلي بريست بتبقى الام اللي بتمنع البروتينات او ان الطفل نفسه هو اللي بنمنع منه اللبن ونستخدم امينو اسيد بيست فورمولا. ريكومندد انه لو الطفل ده اكسكلوسيفلي بريست فيد وانت ان شاء الله متاكد ان ده كاو ميلك انرجي الام تمنع كمان البرودكتس اللي فيها الصوي، لان احنا اتفقنا ان في حوالي ثلث الحالات او 30% من الاطفال اللي عندها كاو ميلك انرجي هي عندها برضه صويا انرجي. مايتوكوم مسج انه لوور جاسترونتستاينال بليدنج له ثلاثه برزنتيشن، فريش بليدنج بالريكتم وبلادي دياريا او اوكر في البطن. بالنسبه للديسنتري هو انفلاميشن بيحصل في الكولون نتيجه الانفكشن، الانفكشن ده ممكن يكون بكتيريا، بارازاي، فيرال، وبيؤدي الى ظهور بلادي دياريا معها ميوكس بس بيبقى معها فيفر تنسمس ابدومينال بين. Fortunately, most cases of colitis نتيجة الانفكشن بتبقى سيلف ليميتد وبتتعالج كويس. الدراسة اللي اتعملت في مصر وقدرت اوصل لها بتقول انه the most common cause in Egyptian children is the infectious enterocolitis. بالنسبة لي الالرجيك هو one of the most common causes في الانفانتس الصغيرين. الانفلاميشن هنا بيحصل نتيجة ان في اوفر رياكشن بيحصل مع ايا من الفود بروتين الموجود. وبرضه موست كومن من الحالات اللي بتبقى في السنه الاولانيه. الكلينيكال برزنتيشن بيختلف تماما، ممكن الطفل يبقى عنده اعراض قليله جدا جدا وممكن الطفل يبقى عنده مور سيفير مانيفستيشنز. ده ممكن يحصل في الطفل سواء كان فورميلا فيت او بريست فيت. اهم حاجه في التشخيص ان تختفي السيمبتومز لما اكون ام سسبكتنج ان المشكله من بروتين معين ولما اشيله وترجع تاني لما ترجع، والعلاج هو اكسكلوجن للبروتين اللي عامل لي المشكله. شكرا. Which is not much common.
monitor during the evaluation and during the screening, you can see that there is mild cause of the common side for pyrenomyosin at 2, 9, and 5 o'clock. And it is rare in infants, but it's not uncommon in adolescents, especially constipating adolescents. This is another scenario. We can look for this colonoscopy. You can see the ulcer in the posterior wall of the rectum in the upper corner, upper right corner here. It is an example of solitary rectal ulcer. And this is another example, but here you can see that there are multiple ulcers. Ulcer in the lower part of the image here on the video, and another ulcer here. So solitary rectal ulcer is a misnomer. It's a solitary rectal ulcer syndrome. There's a defecatory disorder, marked abnormality in defecation dynamics, and the cause of this ulcer is mechanical shearing and ischemia of the rectal wall. This patient usually suffer of tenesmus, pain, and mucus during defecation. And here you have to study the defecation dynamics by defecography. This is another example of the endoscopic presentation of solitary rectal ulcer. It is not here present, it is presented as a polyploid structure, abnormal granulation tissue in covering the ulcer. This is the defecography. This is the rectoanal angle. The rectoanal angle should relax during defecation. In pelvic floor, dyssynergia and abnormal defecation dynamics, there's failure of relaxation of the rectoanal angle. Also during the attempt here in this patient, there is narrowing of the rectum, and there is prolapse of the anterior wall and posterior wall of the rectum, pointing to that arrow. So patient with solitary rectal ulcer should be asked for stool softener, some medications, and moreover, correction of the defecation dynamics. Biofeedback may benefit these patients. Another cause in rectal cause is the vascular malformation. You can see here, this is a big vein running in the posterior and lateral wall of the rectum. And this is the endoscopy, the colonoscopy of this patient. This is the vein in the floor and the lateral. This was a patient, status post-Fontan operation. And she had bleeding the rectum, fresh bleeding the rectum, massive bleeding. You know that from then, the drainage of the IBC to the pulmonary causes systemic congestion. And the angiography of this patient revealed that there is also an apparent arterial vessel coming from the inferior mesenteric vessel to the rectum, between the rectum and the sacrum. Moving to another cause, which is polyps. This is classification of polyps. Polyps will be juvenile polyps, single juvenile polyp. And in more than 20 to 30%, it could be multiple, but less than 5. Or inherited hamartomatous polyposis syndrome, like Busch-Jeger syndrome, juvenile polyposis, Cowden syndrome, and Robert Cabat, Smith syndrome, or inherited adenomatous polyposis syndrome, like familial polyposis coli, and Turkey syndrome, or not inherited polyposis, lymphoid polyposis, and chronic Canada syndrome. This is a pathologic classification, and we are not going to bother you with this pathologic classification. We are going to be more clinically applied to polyps. There are common scenarios. The scenario of a juvenile polyp, a single juvenile polyp, or polyps less than 5. And we have some special consideration in management of these patients. And uncommon scenarios, the difficult to treat polyp, the malignant polyp, and multiple polyposis.
polyps is defined as an outgrowth into the lumen from the mucosa. And classically, the child is presented with a history of baleness, bright bleeding per rectum after defecation. Other symptoms include local finding in digital rectal examination. You can feel the polyp. Sometimes the polyp can come out, can prolapse during defecation. Sometimes there is anemia. And occasionally there is an onset of abrupt profuse bleeding owing to auto-amputation of the polyp. The polyp can outgrow the blood supply and amputate it spontaneously with occurrence of abrupt bleeding. And in rare instance, colopolyp intussusception. This is the common presentation and the common scenarios for colorectal polyps. This is a study coming from Cairo University, evaluating 174 children from 2 to 12 years, evaluated by colonoscopy for bleeding. Among them, 100 patients had polyps, and the polyps were solitary in almost 65% of the patients, and they are juvenile polyps in 84% of the patients. Another study from the Munifia Institute, evaluating 150 patients with confirmed polyps, pointing that almost 96% of these patients were juvenile polyps. So by far the majority, more than 90% of polyps in children are juvenile polyps. But in evaluating a patient during colonoscopy for a juvenile polyp, you have to take care with normal structure like this. What could it be? This is the ileocecal valve. Sometimes the ileocecal valve is prolapsed like that. So this is one of the normal structure that might be missed. Okay. What is this? We are performing, this is an other in the scope. The ambulla and the accessory ambulla. These are normal structures. This. This is an outside mass. This is a duplication cyst. This case was a duplication cyst of a small intestine. And this is a retroverted appendix. So, you have to be sure that this is a polyp, you are treating a polyp, you are going to remove a polyp, nothing else. Sometimes there is a challenging location. Like this polyp is at a splenic flexure, and you can see the vesicle is distal beyond the hole. You have to manipulate the polyp to put him in a good position to apply your snare at the base of the vesicle, to cut it and to evaluate both polypectomy that you have no bleeding and to be sure that the base is clear, there is no residue, there is no bleeding parts. If the polyp is cut and we have to look for the base. Here the base had appeared here. It's clear with no bleeding. Sometimes the polyp is challenging in endoscopic management. This was a patient that had been admitted in the surgery, pediatric surgery department, because of ultrasound diagnosis of a mass in the colon close to the hepatic flexure. And CT confirmed that there is a big mass and a big feeder vessel and referred for colonoscopic assessment. During colonoscopy, you can see that the lesion is almost occluding the whole lumen. It is about 5 centimeters in diameter. And what's more important, that pedicle is very thick.
And according to the European Society of Gastrointestinal Endoscopy, which is mainly for adults, that if you have a pedunculated polyp like that, if the top of the polyp is more than 2 centimeters or the pedicle is more than 1 centimeter, you have to inject adrenaline and or to apply mechanical prophylaxis by hemoclamp or endoloop. And this polyp has been clipped by a hemoclamp and removed by snare pelvic. So take care with the size. For pedunculated polyp, we have to use hot snare. And if the spoke is more than 10 millimeter, or the spoke, the head is more than 20 millimeter, adrenaline and or prophylactic mechanical hemostasis followed by hot snare pelvicectomy is advised. For sessile or flat polyps, diminutive polyps less than 5 millimeter, you can even dig it by the biopsy forceps. If they are from 6 to 9, it is by cold snare polybectomy. And if it is large, more than 10 to 19 millimeter, you have to do endoscopic mucosa resection to inject saline, elevate the polyp, inject the saline in the submucosa, elevating the polyp, and perform hot snare polybectomy. This is to avoid the thermal injury or the deep structure. Another example of a challenging single polyp is that polyp. You can see that this is a protruding mass with a very big white base. And this had been removed surgically. It was a case of lymphomatous polyp and referred for chemotherapy after that. Moreover, still adenocarcinoma can occur in children. And this is an early report from Mansoura University, the oncology sector, the pediatric oncology, of 3 cases with colorectal carcinoma. And we have further almost 2 to 3 cases. The last one was almost 1 year. She was presenting with constipation and bleeding. And she had a mass in the right side of the colon and needs dilatation even and biopsies. Unfortunately, was not representative. It was diagnosed as colitis cystica profunda, which is a pathology that might associate colorectal carcinoma or Crohn's disease, and needed surgical excision, and in the surgical biopsy, it was proved to have colorectal carcinoma. So despite being very rare, it's still one of the deficiencies. Another uncommon scenario is multiple polyps. You can see that this is an example of 1, 2, 3 small sessile polyps, another 4, another polyp, another 2 polyps there. So we have exceeded 5. If you have more, 5 or more polyps, this is the definition of multiple polyps, either in the same examination or consecutive. And the polyposis working group of the ESPGAN had published 3 papers in the year 2019, one for the management of juvenile polyposis syndrome in children, one for the management of post-GCAR syndrome, and one for the familial polyposis syndrome. And we are going to pass through these papers rapidly. So the juvenile polyposis syndrome, it is a very rare syndrome. It is almost 1 in 100,000 population and inherited as an autosomal dominant. For diagnosis, you need 5 or more juvenile polyps. It is a hemochromatous polyp. And juvenile polyps in other parts of the GI tract might be present. Any number of juvenile polyps with a positive family history of the same condition. There are other
extra intestinal manifestation, including the telangiectasia, because we have a genetic etiology. 60%, 40 to 60% of these patients are mutation in SM84, and it is associated with hemorrhagic, hereditary hemorrhagic telangiectasia. And the recommendation is to start colonoscopic surveillance to be commenced from the age of 12 to 15 years. And if you have any bullet more than 10 millimeter, you have to reset. And you have then to repeat every 1 to 5 years. These polyps, despite being hypertomatous, they carry a malignancy risk. The cumulative risk is from 38% to 68%. The risk of colorectal carcinoma is increased by 34 times the normal population. And they are, they can be treated and served, the surveillance is light in hypertomatous polyposis coli, with the exception that colectomy could be avoided in such patients by proper surveillance. In adenomatous polyposis coli, there is no way to scale malignancy and colectomy. Of course, this is Bolz-Jeger syndrome with mucocutaneous melanosis and polyps. Here, the polyps involves the mainly the small intestine. It could be gastric, it could be in the colon. And again, there is a recommendation for screening of this patient starting from the age of 8 years, or earlier if any symptoms occurs before. And the mainstay of this patient is to manage them, the small intestinal polyps should be screened either by imaging modality or by enteroscope. I think that we have here a barrier for enteroscope. It is not available in many centers. So if you have one of that patients, you have to screen and follow by imaging. And during the time of surgery, if he had an indication for surgery, like an intussusception, it's better to cooperate with the surgeon to perform an intraoperative enteroscope. Familial adenomatous polyposis coli, here there is at least 100 polyp. It is an adenomatous polyp. In spite of being more commoner, it is like 1 to 3 in 10,000 births. It seems for us less frequent. I want to take your feedback. Do you see the more frequent than Bolz-Jeger and multiple juvenile polyposis? So this, okay. So I think that because the age of surveillance starts to appear in adolescence and early adulthood, the symptoms, and the age advice for surveillance is about 12 to 15 years to start surveillance with these patients. And perhaps because it is an autosomal dominant with 100% repenetrance. So I think they are followed with the adult medicine more than the pediatric endoscopies. Almost 20% of cases could be a probant case, a new case without evidence of family history. Another challenge, endoscopic challenge for multiple polyposis, that not everything that is protruding in a multiple fashion looks like a polyp is a polyp. Is an example of pleural bleed nevus syndrome. You have polyps in the duodenum. During enteroscope, push enteroscope, polyps in the small intestine, and polyps in the colon. These are arteriovenous malformations. And it is more dangerous to be resected than a simple polyp or a hypertomatous polyp or even an adenomatous polyp, because it could be transmural. It could be deep and transmural. And the good news that we are responding well to sirolimus, which is an anti-angiogenesis drug. Another thing that I think Dr. Emira and Dr. Ahmed Hamdi
is going to describe, these are not the true polyps. They are lacking connective tissue. These are pseudo polyps of ulcerative colitis. Sometimes we see, still see bilharzial polyps, bilharzial polygosis. And because I missed the hematology, this patient was not presented by bleeding the rectum. It was presented by a focal hepatic lesion. A very strange presentation because of a focal, a multifocal eosinophilic hepatic abscess. This patient was having an eosinophilic count of around 20%, and he had focal lesions on the right and the left loop, and these focal lesions improved totally in follow-up with management of the bilharziosis by praziquantel. So again, for polyps, we have common scenario of the symbol or the single juvenile polyp, and we have much more complicated scenarios like malignant polyps, like polygosis, multiple polygosis. Multiple polygosis is genetically determined. There are recommendations at what stage to start genetic testing, and if you have a family with a proven mutation, what to do. Unfortunately, we lack this again. This is one of the limitations in our practice, that we are lacking an access for the genetic testing for multiple polygosis. Again, one of the limitations in our practice that we're still lacking a will experience or a big experience in therapeutic enteroscopes. Thank you, and I wish it was to some benefit. طبعا بشرفني ان اعزائي الاستاذ الدكتور